في خيالي أنا، في أحلامي أنا، غمض عين ونفتح عين نلقى أرض الأمنيات. بالصح وين عالم لينا إحنا، ليخللنا إحنا فرحالن والضحكالن كيمالون الفراشات. بالصح إذا حلمك تكون أمير وتطلع على الأبراج، حب نشوفك تلعب تيرانات تيرانات، يلا معانا تلعب تعيش وتشوف الأماني، وانت في هيروز يوم معايا كرام. مرحبا بكم في حلقه جديده من هيروز يوم عند الامنيات. كما العاده ولفتونا توجور avec la même team اروى بابيسا وحمزه لي بريفيري. واش راكم؟ لاباس صافا مع يوم جديد، مع كتب جديد، مع اناس جدد، ومع وكما نقول اسمحي لي كما نقول مغامره جديده مع ابطال جدد. فوالا ايفيدامون. كوكو محبين هيروز يوم صافا، انا توحشتكم بزاف من السبت اللي فات لهذايا. اون توكا ان شاء الله تكونوا بخير. أكو واجي مستقبلوا أبطال إيروزيوم؟ وي ما لبداو جونيور ديزاينر. سلام، اسمي آية بجمعة، عمري 11 سنة، وجيتكم من سيدي عبد الله. اسمي آية زربوط، نسكن في ولاية الجزائر العاصمة، عمري 12 سنة. معكم حمداني رانيا من ولاية بليدة إكزاكت من الزاوية، عمري 13 سنة، حنشارك في ورشة جونيور ديزاينر فريق جونيور جاردنر. سلام، اسمي محمد ناجي براين نفراجي، وعمري 11 سنه، واسكن بولايه البليده بالتحديد منطقه مفتاح. سالي جماعه، في المدينه جي 11 عام، اليوم جيت باش نشارك حصه هيروزيوم فرشه جونيور جاردنر. السلام عليكم، اسمي دانيال لولي، في عمري 7 سنوات، واليوم شاركت معكم في ورشه جونيور جاردن، لاخاطش نحب بزاف لي بلونت ونحب نسقي لي بلونت، موهبه تاعي تردني اوليس. فريق بيكاسو. وسمي تسنيم بعيطيش، نسكن في سيدي عبد الله، مدينه ذكيه اكزاكتومون معلمه. انا اسمي مروه بن بوزيد، عمري 11 سنه، جيتكم من ولايه الجزائر العاصمه اكزاكت في عين طايه. السلام عليكم، انا اريام واضح، في عمري 10 سنين، وجيت من القبه. فريق كنديو. أنا حسن بالقاسمي، عمري 10 سنوات، جيتكم من ولايه الشراقه، وحبيت نشارك في هيروز يوم. السلام عليكم، اسمي تاليا عائشة عربوش،
من مدينة الجزائر العاصمة، عمري 8 سنوات. اسمي داغي لولي، في عمري 11 سنة، نسكن في ولاية البوليدة وراح نشارك في كاندي روم فريق بيبر هاوس. السلام عليكم، اسمي يوسف بولودينة، نسكن في ولاية الجزائر في زيرالدا، في عمري 9 سنين. معكم آدم حسات، عمري 10 سنوات، جيت من مدينة الجزائر. My name is Lena Kadiri and I'm 8 and I live in England. فريق أوبرا الجزائر. أنا اسمي فلاح نازلي وعندي 10 سنين واليوم حنشارك في أوبرا الجزائر. مساء الخير عليكم، أنا اسمي ماريا عباس، في عمري 8 سنين واليوم راح نعزف لكم على آلة القانون في أوبرا الجزائر. اسمي أوكيت سارة، جيتكم من برج الكيفان، حنشارك في أوبرا الجزائر. فريق بيتزا يولو. أنا اسمي دعاء سواني، جيت من الجزائر العاصمة أرجي سنتر، نسكن في ميرامار، في عمري 10 سنين وراني فرحانة كي جيت لهنا. أجبني. معكم فاطمة فلاح، عمري 12 سنة وأسكن في ولاية البليدة وجيت باش نشارك في بيتزا يولو. سالو، أنا اسمي جربي آيا، في عمري 12 سنة وأنا من ولاية العاصمة الجزائر العاصمة، وأني بزاف فرحانة اليوم مع خاطر أني في إيغوزيوم، خاصة في ورشة بيتزا يولو، واليوم أني حابة نعرف واش حنديرو. وأخيرا فريق شوكولاتري. معكم مريم نيت عبان من زيرالدا، عمري 12 سنة واليوم حنشارك في ورشة شوكولاتري. السلام عليكم، معكم بشرى الفرادي، عمري 12 سنة، جيتكم من البليدة باش نشارك معكم في هيروزيوم. بونجور اتوس، معكم ليلى عويدات، في عمري 11 سنة وجيتكم للجزائر العاصمة. يا أبطال هيروزيوم، معكم كامل هنا مجتمعين في الساحة، واجدين تحديات اليوم؟ متحمسين؟ وي مراقو. كي العادة خليوا وقت الأبطال تاعنا يشوفوا كم تحديات تاعهم عبخي نحن نطلوا عليهم. شارك في شوكولاتري باسكو عندي اون غروند باسيون بالشوكولا وانا جو سوي بزاف غورماند. حبيت نشارك في شوكولاتري باسكو نحب الشوكولا ونحب هذوك لي غاتو تاع الشوكولا، نموت عليهم. ولي زانغريديون شحال لك التحدي تاع اليوم؟ تحدي تاع اليوم بزاف شابه جو كوا، لا نديرو انا ديكوراسيون تاع الكيك. درونا ان كيك وقالونا لازم نديرو له الكلاصاج بالشوكولا. طاولنا نديرو الكلاصاج تاع الموسكوتشو. نحب نطيب ونحب ناكل شوكولا ونحب نخدم بها. علاه كاين اللي ما يحبش الشوكولا؟ انا جادور فير لي مادلين، سي موينو. نحب توسكي موينو. نحب نطيب المادلين باسكو جادور لي تروك لي جايين مويلو و يسون فوري وشوكولا من الداخل. دوكا نبداو نطيبو. كلاصاج شوكولا. جيبو الشوكولا، جيبو قم بإذاب الشوكولا في حمام دائي. خدمت بشوكولا بلون الويجدان وخدمت بتاع نوازيت. الموديل اللي طاوه لنا شفتو وشفتو مليح، ومن بعد انا حبيت نبدل شويه باش ما يخرج كيما تاعهم. شوكولا الويجدان مليحه، اون بلوس دو سا مخدومه بالكاكاو باش ما تجيش ترو سكري ونقدر ناكلوها. السلام عليكم، شكرا تخيش لكم، حوالكم حالتكم صباح؟ صباح كما راكم شوفوا ماركوش عني فرنوا لازم نشعلناش لازم نشعلته. اوكي صح، حبيت نسقسيكم شكو طيبو؟ راح نديرو ديكوراسيون كيك. الوالدة شعلتنا الفوق باسكو جا واحد ورانا وانا شوية ما عرفت هكا، جات هي ورتنا والحمد لله شعلنا. هيا خلاص دوك البنات اللي شعلته لكم يسخن لكم شويه ما بتذوبوا شوكولا وانا طيبوا لي خلوا لي شويه مرصو صايبين. هيا صح البنات، اوفر اوفر. لي زوتر صحاباتي هما ايزو بريفيري لو شوكولا بلون و سي تا تري بون شوا باسكو يجي مع كاع لي كولورون ارتيفيسيال. البنات مخصينا لي مول. وي بيان سور، دوك روحي جيبيهم. صح، هذا حمزه اللي بغا. دونك خصنا لي مول اون فورم دو كور وراح نعيط لحمزه اللي بغا.
الو وي حمزه ليفر. حمزه ليفر في كل مكان يا جماعه. شكون حطوا لي مول اون فورم دو كور باش نحطوا فيهم الشوكولا، وانا جيتك من ورشه الشوكولاتري. عايزين تقفشوله ولا ايه؟ وش اسمكم؟ اسمي يوسف. انت يا وش اسمك؟ لينا. وانا اسمي ادم حزاز. خيرت بيبر هاوس باسكو هي الهواية تاعي المفضلة. أنا نخدمو شجرة. وين تسكني؟ في إنجلند. I know every scene before and I watched it every time from England. قولي لنا كشما كلمات فقاب أونجلي هكذا. الأونجلي علمينا شوية كلمات. قولك إيش حاجة نقول لك وشنو فيها في الأونجلي. شنو نعملها هذا؟ تيشوز. وهذه؟ بيبر. بيبر؟ Our challenge today is making a tree. السلام عليكم بايبر هاوس، واش راكم صافا؟ الحمد لله لاباس. كي جيت مقبله على بايبر هاوس حسبت لي بلي ما كاشكم خصو كي نصبا شغل معاكش تهضروا، شغل راكم قاعدين مكتئبين، واش بيكم؟ انا نهضر بالك والو، كنت تهضر غير بالعقل. مرات تهضري انجلي، هضري لي شي انجلي زعما تيك كيما نقول لك باش شغل كيف يقولوا تلفزيون بالانجلي. تي في. اوكي وهذه شجره. تري. اوكي جود. سبيكين انجلش سو جود، اي لايك ات. صح. بون انا شوف نخليكم. بون ماكش تسهموا البوستولي. بون مقسبه لكم اللو. هاي خلاص. بون نروح نخليكم بيبر هاوس. نحب تديروا لي نشاط قوه حيويه. صح. هاي نخمسوا كاع كيف كيف. هذه ان شاء الله كاع وشنو هيا نخمسوا. هيا ايه بون كوراج. واو واو زيتون بيضو. هذيك الكوزينة شغل فيها كل شوية شغل كوزينة بلاستيك بصح تاع الصح. حسيتو حياني في عالم مخدوخر كاع. دي سوفلي. وي اون فا بريباري دي سوفلي بيان سور. لا بروميير فوا ندير سوفلي و ان شاء الله يجي بنين. اوه جادور. واو شفتي الشوكولاتة ديجا؟ وي وي يبارك سي اون ريسيت ايطاليان. شوف لي هو بيتزا مغلوقة تما ما فندير بيتزا هادي كيف كيف. عفوا نبداو منا انا عمري 9 سنين وانت 12 سنين. ماما انا 12 كبيرة ليا بعامين. 10 سنين دونك الاولى كنا نجمع حندي 10 سنين وهي راح نمشي نبدا نمشي نبدا جابي نفتحها. صبري بعد كاين نقص نديرو السوفلي. انا ما كاين نقص. وي صافي راكي نقصها. سيزو اليوم جيت مع فاطمه ومع آية وديكوفرينا بلي حنديرو سوفلي وانا نموت على السوفلي. خلاص هاكي خلاص راني فاهمه. دونك جاني ميزان ساهل خاطر شغل عرفتو اصلا هو ساهل. نعبز غير القفله نعاود نعبز غير القفله. C'est pas maintenant. Parce que regarde, ils ont dit mettez la farine, la poudre de lait, ensuite la levure boulangère. Donc, quand tu vas sur des aléatoires, chef, tu regardes la recette, mais chef, tu veux qu'elle n'écoute pas. Mais t'as dit, écoute, là, c'est en ordre, elles ont tout bien, sinon, mais dis-je, me l'air. Et pour se dire, oui. Donc, l'œuf et l'huile, mélangez bien, puis ajoutez. Donc, je vais ramener le fouet. Je te donne un. Doria, je te donne un fouet. Oui, s'il te plaît. Tiens. Ah, il y en a deux. Donne-moi un. Donc, comme je veux que tu te souviens de la farine, le bait, quand tu as fait ça, tu as fait ça, etc. Qui ramène le lait? Le lait. Tu parles ramener. Du bon chlib. Non, du bon chlib. Tu ramènes le lait. Ok. S'il te plaît. Merci. Merci. On va attendre. شبيه يامي
خيرت ورشه ديزاينر باسكو نحب الخياطه ونحب الديزاين ونحب هذو الصوالح كامل. على هذيك خيرتها خيط ربا فرقاني انا قبيت حسيتهم كامل دوكا واش نقول نقولوا لا طاونا الشاوي. انت واش اسمك؟ آية. وانت؟ انا رانيا. انتي؟ آية كما انا. عرفت خير ان شاء الله. اليوم طاحوا معايا زوج في زوج اسمه آية، آية بوجمعة وآية زربوط. وصح زربوط لازم اخيط. ما فات خيطي في الدار؟ ايه. واش تخيطي هكا؟ نحب نخيط هكا اللبسات البوبية خاطش هنا ما عندناش البنات قدام دارنا، وسما نقعد في بيتي ونبدا نخيط. انا هي بديت كنت عمري 7 سنين، ماما كانت ماني تاع ماما رحت لاسبانيا وشرات لي واحد لابوفي وشراو لي بوبيا كادو. انا بديت من فما هي مع الوالده فيها ربا وحده، من فما بديت حفايس صغار باغزوم تقشيره نقطعها ونخيطها لها، حتى بديت نتطور وحدي وحدي. مع الاول كامل ما كنتش نخيط بالبره والخيط، ومن بعد كبديت بشويه. وانتيا كيفاش خيطك؟ كيفاش بديتي تخيطي لها؟ انا هو كاين دو ايه، مي كاينه وحده هايله وحده سانطا شويه. ونتشكرهم بزاف. اي دوك ما يفيقوليش اما اين اني نهضر عليها، نحبهم كامل. انا عرفت التاليه اللي خيطتها، خيطت واحد لاغوب سواغي جايه بلو، وانا خيطت تريكو بجوب. نحب لي زاكسيسوار كيما هادو، انا خدمتهم هادو. عرفت خيطه هكا لباس تقليدي واحد اخر من غير الشاوي على كشلابه كشما بوبيا كي. انا خيطت خطره وحده، خيطت كراكو خيط فيستا تاعو هذاك السروال السروال هذاك شلقى بين كامل اللبسات تراديسيونيل. السورت اللي نحبها هي الكراكو، ونحب البدرون والقفطان. انا ثاني خيطت ما عنديش بزاف اللي خيطت. نحب كراكو ونيلي. ايه شفتها انا جامي لبستها ولا عندي وحده صاحبتي شاويه ساكنين لهنا، كانت واحد الخطره كانت عندنا حفله في ليكول وشتها قالوا لي بس تقليدي. هما كي هما بيزوج هايلين بصح كاينه وحده خير من وحده. قلت لك قالونا باللي يجيبوا لبسوا حفايس تراديسيونيل وهي لبستها. اي دوك ما يفيقوليش اما اين اني نهضر عليها. شحال هايله هايله كبيره. غيرت ورشة بيكاسو خاطش نحب بزاف الرسم ونموت عليها. انا هروز يوم نقدر نشارك كاع فيها باسكو عندي كاع المواهب تقريبا. تعلمت الرسم ملي كنت صغيره وحدي. نعرف نخيط، ثاني كنحب نطيب دي كريب بان كيك افيس هكا. اول تعرفنا على بعضنا قالونا نقبضوا هكذا بول ونزينه ونرسموا عليه. انا استعمل الوان فاتحه لي كولور باستيل. انا فاتحه و غامضه ومخلطه. انا فاتحه مخلطه هكذا. هاي خيو لي كولور باستيل نحبهم باسكو هما لا توندونس تاع هاد الصيف وهاد الموسم، وتاني كنحس شغل يعبروا على الراحه. واش مول فين تيرو في النهار تاعكم؟ على قداش نهار زعما القرايه ثم القرايه ما. وفي العطله؟ في العطله كاع البحر نروح الورشه تاع تكنويبا وقت فراغ شغل ندير الاكسسوار. شكون تعرف تغني؟ شكون تعرف تغني؟ انا غنينا مش غنى خلاص ودي طبلي ودي ديري طبلي هذيك يا الخياطة يا المياطة شوفي شوفي حزامك طاح طاح في المرح مع سيدي عباس. انا غنيتها باسكو نحب لها الامبيونس. يا الخياطة يا المياطة شوفي شوفي حزامك طاح. ورشة شابة عجبتني. انا
عجبتني صح فادية. حبيت نشارك كنديرهم باسكو عجبتني بزاف وانا نحب الحلوى وكنديروا القاطو تاعها بالحلوى تاع حليلو. هيا نبداو الوصفه. عندنا المقادير 100 غرام جبن المسكربون، 100 ملل حليب، 120 غرام بودره شانتيي فانيلا، 30 غرام سكر ناعم، 100 غرام كريمه سائله وملون غذائي. وباش نزينو الحليب المثلج تاعنا بالحليب. نحب لي غلاس، نحب نديرهم ديجا جي زي في با مال دو فوا في لا ميزون مع ماما. بدي دير انت ها هو ليكيد 10 سنتيلتر. مية شوفي مية. إيه بس 10 سنتيلتر تمثل 100 ملل. إيه هاي. آه لا فرحت كي جيت هنا. شنو الحاجة اللي خلاتكم تجيو إكزاكتومون فرشة كندية؟ لقيتك. انا نقول لك شنو هي الحاجه اللي حبيتها. انا نحب حلوه حالي. انا لخاطرش الحلوه، انا نحبهم كامل، انا نحب كامل انواع الحلوه خصوصا حليلو. حليلو نموت عليها. انا نقول لكم واش كنت صغيره وانا ناكل فيها. انا نحب بزاف شنو ندير مثلا ندير دي غاتو ونزينهم بالحلويات نزينهم بالشانتيه. انا ماني دائما ندير لي دي غاتو خاطر ماني دائما ندير دي غاتو ندير كاب كيك ندير كلش ماني تاع فافا وللزوج يعني. هنا رانا درنا لا شونتي اون بود، درنا الشوكو غلاس ونسحقو دوكا لا كريم فريش. ما عندناش لا كريم فريش. روح جيب لا كريم فريش. اي روح تجيب لا كريم. شابة بزاف. وش اسمكم؟ اسمي محمد ناجي براين نفراجي. حبي عيطي لي باي اسم ولا نخيري محمد ولا ناجي ولا انا ميلينا. وانت؟ اسمي دانيا لولي في عمري 7 سنوات. ملاح. اما سنه تقعي انت؟ نقرا سنه اولى واليوم جيت نشارك معكم في ورشه جونيور غاردنر. واليوم شاركت معكم في ورشة جونيور غاردن لخاطرش نحب بزاف لي بلانت ونحب نسقي لي بلانت موهبة تاعي تردني آليس. وانت؟ انا قاسنا 5 طلعت للشام. انا اليوم راني فرحان كي شاركت في الورشة تاع النباتات. انا بروميير اني سيام العام الجاي نطلع دوزيام. اليوم جيت باش نشارك في حصة هيروزيوم فرشة جونيور غاردنر باسكو نحب لي فلور وكي شغل باسكو لي فلور اي تو سي بو و سا ديكور بيان ديكور ديالها بزاف شباب. اون فيت سي تو دون الفير عندها حاجة دون حاجة كي شغل سبيسيال على ورشة الاخرين. ورشة الاخرين كيما ورشة بيتزا يولو عندهم بلوس لي بيتزا لي تروك ايطاليان اي تو. ورشة اوبيرا عندهم حاجة تاع لا ميوزيك لي غيتار مديكورين بيهم اي تو. مي الورشة ديالنا سي ميزا بار حلوها ديجا جديدة. الورشة ديالنا سي كو الي فيرت وكي شغل عندها حاجة سبيسيال عندها علاقة مع لونفيرونمون و لا ناتور. شاب اليوم راح نخدموا هادي. وي نورمالمون لازم دوكا لي زوتي نورمالمون نخدموها اكزاكت. هيا نبدا نحوس. هيا راح نجيبو نورمالمون. هيا كي شفنا داك اللي راهم حاطيهن ونعرفنا بلي حنديرو كي حنا نديرو كيما هو ولا اخر منه. الوغ اليوم بدونا تحدي تاع ان بوكي بلا. هذايا سي اون بلاتفورم ان سيليكون نوار نعمروها بلي فلور باش نديكوريوها. مي سي با دي فلور ريال فات هي دي فلور اون بلاستيك. نديكوريوها باش تخرج لنا كي شغل ماشي اون فوغي وماشي كي شغل صاد اون فات سي بو. وانت دي هذيك هادي الصندوق هذاك جاني تقال غرفته قريب ما طاح لي وزيد كان معمر بلي بلونت وكاع يزيد يتقال. فوالا هاك كنبداو نخدمو.
عطاونا كل حاجه كحله هكذاك وعطاونا دي بلانت باش نحطوهم من تم ونديكوريو حتى يولي ان بوكي. واش حبيتو تخدمو كي تكبروا؟ انا حبيت نخرج غياليزاتريس. وانت؟ وانا حبيت نخرج مهندس في طلال. انا يعني حب وانا راني حابه نخرج نخدم في الطياره. انتي دوكا واش حتخدمي؟ كي شغل ان بو لو ديزاين كيف كيف ولا نبدل عليه؟ نبدل. مع الاول سي انسبيري من الموديل اوريجينال ودرنا ان موديل واحد اخر ان اوتر ديزاين اون فيت لي لي كيما هو جاي مي جوست ماشي لي ميم فلور ماشي هادي هادو ما سي دي فلور اون بلاستيك ماشي حقيقيين دونك الطرف يكونوا غاخبولا. مي لي فلور الحقيقيين يسون بلوس كيفاش نقول لك يبانو غير صح سي فري باسكو ماشي حقيقيين مي بون قلت لك باللي لي فلور لازم لهم لي غران لازم لهم باش يكبروا فات لو ولازم لهم لي الشمس التركيبه ملي التركيب الضوئي ولا شيء. كانوا يهضروا معايا كانوا ملاح كانوا يعرفوا يديروا وين يحطوا وكنت مره نتبعهم مره ندير من عندي. خطتني فلوخ تكون متحوس واحده شابه صعيب وعادي باش نحطوها. زيري تدخل تي. شنو هي لا كولور بريفيري ديالك؟ لا كولور بريفيري تاعي روج. انا روز يعني مام الغوز شابو كيما باربي. باربي نحب باربي. شمال كي لابسه انت؟ ايها كي لابسه باربي. الحاجة اللي جاتني واعرة كي هما شوفتهم يبدأوا يحطوا في الوسط وانا حطي بديت نحط من الطرف خفت نعود نكون اني غلط. فمن بعد في وسط التحدي قلت ندير ثقة في روحي وكملت كيما راني. او هذه شابة ديكم الشابة نورمال. كاين واحد اخرين شابين انا حطيتي زينت كاع واش لازم درت كاع الحاجات استعملت واحد الحاجات دوف ولا قريب ما كملت لهم كلش قعدت نديكوري منا ملي بو في طرف الدنيا بارتو حتى جبتها شباب. كاينه موسيقى في اوبرا الجزائر لي زارتيست من يضربوا في روحهم روحوا نشوفوا. الله الله واش راكم لي زارتيست تاعنا؟ لاباس صافا الحمد لله. دوكا كنتو ترينيو؟ وي. قولوا لي واش حديروا لنا اليوم؟ واش من عروض؟ كل واحد واش راح يدير. اوكي قولي انتيا. اليوم في اوبرا الجزائر حنعزف على اله الموندولين ونلعب اغنيات متى نستريحوا. داكو حتغنيها ولا حدير ضربيها بر؟ نغني ونضرب. داكو انتيا لو مورسو اللي راح نعزفو اغنيه واحد الغزيه. داكو القانون تخدم اه. اليوم حنشارك بلا موندولين وحنعزف عليها. هذه اله الموندولين ونحبها بزاف لان على بها خيرتها اليوم. اليوم ماشي حنعزف برك حنعزف ونغني. خيرت حرمت بيك نعاس. تاك وين تعلمت الموسيقى قولوا لي؟ في لاسوسياسيون الفن. الفن تخيب داش عاد كنت بديروا عندهم؟ عام ونص. عام ونص؟ عام. عام؟ انا ايدمي انا ايدمي تري بيان. ديجا نحييو من المناسبه. هاني بورحله سي لو ماتر تاعي في لا ميوزيك. نقول استاذ تاعي هاني بورحله سالو وشكرا على كل واش علمتني. ما نخليكم توجدوا روحكم بزاف ابري نجي مع الجمهور نسمعكم. داكور اوكي باي 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 باي. شنو فاكم نديرو في الدار؟ شنو فطيبو زعما من غير لي غاتو؟
نديرو لي سالي شويه نديرو الملحين وكما شارك الشوكولاتري كنت حابه بيتزا يولو باسكو حتى هي نحب نخدم في هذاك الدومين نحب الفرماج وتوسكي فاست فود وريستو انا نحب ندير هذوك لي تروك لي فام الفرماج وكاع لي سالي لي غراتان ندير كلش لي غراتان كلش سورتو شوكولا انا نحبهم نحب نطيب بيها هذه هادي تاع في شوكولا تسكن هادي باسو كبيره الشوكولا واش تخيلوها علاه كاين اللي ما حبش الشوكولا الغاتو تاع ليد هذا العام كامل درتو انا الله يبارك عاونتني برك شنو في التشارك عاونتني فيه باين بالتشارك نديرو انا المقروط صعيب بزاف موالفه نطيب في الدار كيما لي كريب لي بانكيك لي غوف موالفه والغاتو تاع ليد انا درتو في الدار ماما عاونتني في شويه برك شي بزاف اي 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 تحشوني ولا تحشونيش ما توحشناكش اي بشرى قالت له قالنا اذا توحشتوني قالت له لا لا انا ذاك الوقت تحشمت وجاني الضحك هكاك باكي قلت لي ما توحشناكش ايه فكرت واحد المقوله من حسب زرع ومن وجد جده لا لا ماشي ماشي جده وجد قالت 330 كتاب انت تقولي لي لا لا بينو جابوا لنا لي مول دون اون بواط اونفير جبناهم وكانوا عندنا دو فورم دو كور دونك انا كنت حابه ندي هذوك اللي جايين معوجين باسكو سا دون دو لا فالور لي كور اللي خيرتهم دونك هيا نغني ما بيد ما الشوكولا تاعنا راه يذوب حنا دوكا واش راح نديرو نغنوا نغني شويه واش راك يا نميانا اه يا نو سي سمولات الخانة يا نو نحب بزاف نطبل ونحب شغل لومبيونس على العرس وكلش لازم تذوبيهاش بزاف في القسم تحكم في الموسكوتشو اه ماشي غير زعما شغل طيح كامل تما تحب وانا نروح لهم في لي باكوس تاع الصيف اه لي بلاج هادوك ديالهم انا كي كنت صغيره جدتي تكون في العاشور وش نقول لها العاشور وهران بون هاد لي فاكونس تاع الصيف انا في بريفي نروحو لوهران وانا نشفا كي كنت كتفكر وهران نشفا كي كنت صغيره العاشور وين تكون جدتي كنت نعيط لها وهران ايه روحي يا وهران روحي بسلامه ملي كنت صغيره نحب الشوكولا ولي وشوكولا ونوازيت انا نحب الشوكولا نواغ انا نحب المذاق تاعو براون نواغ هذا كان انا جادور سورتو كي جاي شويه مره ماشي حلوه بزاف كيما لا بلونش وكلش شغل دان كوتي مليح بوغ لا سونتي كي يكون ايه بيان سور دارك وكلش باسكو نحب بوكو بلوس ناكل شوكولا دارك علاه كاين اللي ما يحبش الشوكولا لا نواغ تمشي مليح مع البلونش شوكولا تما دوك نشوفو كي ندير نواغ بشرى ولينا عجبوني بزاف المهم كي شفتهم هكا بديت نكومينيكي معاهم هكا وعجبني الحال بدلت شغل كيما هما كي داروا الشيكولا شغل داروها نص انا درتها كامل القلوبه كي داروا شغل قدام بعضهم انا بعدتهم شويه درت شويه لوز من الفوقه وبصح هما عندوني انا جاتني الفكره في راسي من قبل بس قالت لنا هي ديروا لوز هما راحوا كامل عندوني السلام عليكم جينيوم ديزاينر شاكم صافا لاباس الحمد لله بون كيما راني نشوف راكو ديرو في الشاوي عطاونا اليوم تحدي واللي هو نخيطو عفسه تراديسيونيل اللي هي ملحفه الشاويه واللي هي معروفه بها الشاويين اللي في الشرق وهي عفسه تراديسيونيل وكم نحبوها بون نتوما تعرفوا شويه الامازيغ ولبسه الامازيغيين كاعنا جبال قبائل هي مشهوره كاع فيهم عندنا الملحفه الصحراويه عندنا النيلي هذيك شده المسانيه شده المحبيه شده المسانيه في المسان كما انا شده المسانيه نموت عليها عندي كراكو عندي جبال قبائل عندي انا جبت قبائل والكراكو والقفطان
ما راكش تستعملي بيستولي معناتها ما راحش تحرقوا روحكم وربيكم بلي بيستولي شويه واعر معناتها نقول لكم نروح نخليكم بنات ستوب 5 هيا باي 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 باي, باي, باي. كانت مرت عمي نيا تعطيني بزاف القماش مسكينه ربي يحفظها كانت كل ما تخدم هكا تعطيني نحب بزاف الخياطه وفي الدار نحب نخيط بزاف على هذه خيرتها نظري نشوف هذوك هذيك الحصه تاع قاعده جزائريه نظري نشوف يعجبوني هذوك التصاميم اللي يديروه لهم وكلش شابين مليح بزاف هذوك اللي يديروا عرضات ازياء يلبسوا ثانيك مليحه اللي تقولوا لنا ثاني عملكم شكون يدير لهم في رمضان مولود ولا كوكو جيني ديزاين صافا صافا الحمد لله واش راك ديرو انا خيطو بالملح الشاويه الوغ اليوم راني بزاف متحمسه باسكو جينيور ديزاين راهم يستالي وشيو في اللباس الشاوي تاعهم راني متحمسه باش نعرف كل واحد كيفاش حيدير لاتوش تاعو ولا الزينه تاعو في اللباس تاعو مليح شوفوا انا يا تاني كنحب بزاف الالبسه التقليديه وسرتو الشاويه ما نفع البسها بصح لازم نديروها للعريضه من تحت نقول لكم علاش انا باسكو انا ما نحبش ندير روحي بزاف سمينه واش نبدا نقول لك صح نفكركم عفسه ماشي لازم نديروها سوسو كيما الموديل وما تبعوش على بعضكم باسكو انا نشوفوا عندي عينين يشوفوا من قدام ويشوفوا من لورا وني نشوف من الكاميرا تشوفيونس لا مخبيين اذاك شي وحده تخيش يعني نعس فيكم وابطال هيروزيوم بالكو تنسوا بلي انا هي البوليسيه تاع هيروزيوم باسكو كاش تخيجاج ولا راني نحكمكم بالفار صافي تخدموا لي تاعي راني نخدموا لك وعد وعد هاي صح باي 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 مايا شكوري العجينة خمرة تحت الطرطة كنا هكايا خلينا لاباط توبوزي شوية تخمر وبدينا نشطحو سننا مدى فاطمة قالت لنا يخ هذوك طرطق لاباط يا صح قيمة طلعت خلاص لحيناها وعجناها هيا هيا يا صح غير ما طقطقت والله خمرات قعدنا مع هذاك الشطيح نسينا كاع حنا سننا جاري جاري يلا شنو هذا الجار اللي جا ما كملناهاش انا ما نصبر معليش دوكا انا ما حلال بليز ها حلال حلال ها الحلال دوكا الفارينه قبل دو دعاء وفاطمه لقيتهم بزاف فرحانين وكاع شغل انا كونستروينا ميتي شغل ودوكا انا كيف كيف وكاع نتهضروا نورمال كي شغل ماشي كاع اليوم شغل صافي بزاف وحنا امن كنحطوا العجينه ارواحي لهنا قعدت ترتقتي ها هاكو الحلال لازم نحلو هاكي خصنا حاجه خصنا حاجه المول غزيبه نروح نقول الحلقه اللي بغا هاي طلي الو حمزه اللي بغا حمزه اللي بغا في كل مكان زمان في اي كتاب تحت اي سطر ولا اي نقطه نسحقوا لي المول تاع لي سوفلي اوكي وها صحه والله غدينا العطلة تنينة لما نعطى نقول حمزة دي بغا يجيب لنا ليمون خلاص أو جايبها إنهما المو بيكاسو إيناس صبا الحمد لله الحمد لله واش راكو ديروا اليوم نشوف لا بينتور دو بارتو راهي الألوان رانا نرسمو سور هاد البول داكور علاش راكو ديروا شنو الموديل كتبعوه كل واحد شو يدير انا حبيت ندير لي كولور باستيل ندير فيس كيوت سورتو واش حترسمي لي تروك
وي واش ترسمي زعما الشمس اركونسييل داكا تري بيان تي انا كش ندير مثلث كيما هذوك تاع معين هكا كش هذوك تاع الشاوي وي اوكي تري بيان انا اللي منها هكذا بدا ندير الدويره هكذا شغل اشكال وهذا وبعد كي ديروا له لا بينتور ينشف وحده ولا حتى طيبوه ولا كيفاش لا ينشف وحده باسكو لا كولور سبيسيال اوكي اوكي خليكم تكملوا ما نديرونشكمش بزاف نولي من بعد صحه باي باي تشاو يا بنات ما طشتوش شويه شويه ما حنجيب لكم كشطه الشوكولا جيب لي انا جيب لي مونك وانتي انا لا مونغا اي باي باي سيلفيو اللي راه عندك انت قلت لي شوكولا ولا مونغ صراحه صراحه انا نكمل باش خليه ينشف برك دير الخطوات قبل لونتها بالابيض باش ما يبانش البني غندير الابيض اي لون نحطه فوق ويبان شباب هاد التقنيه استعملناها كامل باش نديرو البيض جاتنا كاع فكره واحده حابه نتعلم عفايس جدد في الراس ماني حابه نسيا عفايس جدد كل ما تجدد كل ما تتعلمي تطوري هذه هي وتانيك واش تحبوا تستعملوا كالوان انا المائيه مائيه انتيا انا مائيه انا نحب نستعمل الوان اكريليك وهما نوع من الالوان المائيه وفوق واش ترسموا دائما يعني واش تستعملوا الواح ولا اوراق الواح الواح خير الواح واش ديروا في اوراق في اوقات فراغكم مع الرسم خياطه انا لو كان ما شاركش في فرشه البيكاسو نشارك في فرشه خياطه باسكو ماما خياطه وجبت هذه الموهبه منها كنت نعاونها لازم نخلطه مليح لازم انا خلاص تاني خلصته نسلف لك تاعي باسكو تاعك ماشي دير مليح ماشي دير مليح معليش خلاص هكذا لا خلاص كملت فوالا بصح شوي طرش دوك لازم نمسحه جيبي باكي نمسحه كيما قلت لكم لازم تخافي تاعي يكون كل يوم نقي هذه المهمه هي كي كانت تطرش هذيك الدنيا توصلت كامل الفرن وهذاك وسورتو هذاك الطفل حسام هيا نقسموها لازم نقسموها كاندي روم سالو لي في واش راكم سلام الحمد لله يا ربي واش راكم واش دونا اليوم الاسكالوب اوكي سوبر قولوا لي نسقسيكم اسكو تعرفوا لوريجين تاع الايس كريم منين جاي نورمالمون من امريكا نورمالمون نو نو الاصل تاعو عنده اكثر من 2000 سنه في الصين اي اسكو باكم كيفاش كانوا يخدموهم قبل ما تجي تريسيتي وتجي كونجيلاتور و صح نورمالمون سي سي ديفيسيل كيفاش تشدوا هذاك الثلج البرد الوغ افون كيما في الصين باغ اكزومبل في الصيف تو كانوا اونكور من الفوق لي ريزير كانوا جامدين واش كانوا يديروا كانوا يروحوا يجيبوا مكعبات ثلج دي بلوك دو كلاس يجيبوهم يدوا معاهم وفي النهايه هناك يخلطوا مع لا نيج ويديروا لها الفاكهه العسل تو وياكلوهم هذه واحدة من الطرق اللي كانوا بها يوجدوا الايس كريم وبليس ناتشورال خير من دوكا راناك شغل بالريفريجيراتور مي بون سا ريست يوتيل لا وي لازم هذه هي على التطور لا وجا الشريسيتي حتى النهر ولا باش هكذا كنديروهم هذه هي سهل الحاجة وقولوا لي حاب نشوف انتم اليوم لا ميثود تاعكم هاني تبان شويه تجري هاد لا كلاصه واه باش نخلطها جو دي رياضه غادي نقول واش غادي نشوف صافا لك لو ريزولتا يكون بيان ابري نجي ندوق اوكي صافا اوكي ايا ربي معكم اوفر باي باي ايجا نسيت لا غاسه كامل راني متخوفه برك
ايه دوكا لازم نقسمو لك خير جزء اي وحده في خير ولازم نسحقو دوكا انا وين حطه كلو حطيه انت ما نورمال خلاص كملت انت كلو ما كاش كملت خلاص كلو روحي انت جيبي عندي ياسر اوكي انا رايحه نجيب الكلو مع حمزه اللي يبغى الو وين حمزه اللي يبغى حمزه اللي يبغى معك عارفه الكود انا وداغي المرشد كان ديرو نسحق الكره للمونتاج اوكي صحه ثم ما مرتبكم حيبين الدواء ما مرتبكم حيبين الدواء تبع الاولى وتبع الثانيه وتبع الثالثه الثانيه والاولى أولى وش تدري سبور؟ أنا كنت مدير كاراتي وحبستها حندخل ندير جوجيتسو ها؟ يبان فوت وحبستها ولا راك ديرها؟ راني ندير فيها هو أنا ندير جيمناستيك بصح حبستها أنا تاني My friend in paper house are good صافا؟ لاباس لاباس راني نشوف فيه بلي راكو تخدمو في شجا وي صح بصح سكيت ماني نسمعكم وين وراكم راقدين ليكيب ليكيب عطولي كاش مخدا بيبر هاوس راهم راقدين صحيتو فابي صحنا كي كنا نديرو هكا كنا مركزين مع التحدي مش كنا راقدين صح عندكم واش تمدنا شجره ها واش تمدنا شجره فيما واش ثاني لا اكسجين واش ثاني والديلان وانت عاونا كلاحقه راني نص فيها وهذا ما القوش لينا ما هضرتش ما على باليش بالك باسكو شغل والفت لونغلي وهي هي ماش عايشه بزاف في الجزائر شغل هي عايشه في انجلترا شوفوا انا حخليكم لازم تقصروا نسمعكم المرشه تاعي اوكي صحه وي هبداو تقصروا من دوك صحه يا نخليكم باي باي لي بانشوف سوا اول مره نستعملهم تني صايبه بسكو اول مره نستعملهم Junior Gardener, hello, how are you? Ça va? Alhamdulillah. Ya Rabbi, akou, khlas, kmeltou waqila ntouma? Montahiri. Kmeltou, ok, wach dertou? Nchouf de très belles... C'est des fleurs, nsqnahom a une plateforme. Hada el bouquet diali, li khdemtou anaya, je l'ai fait personnaliser haka. Mli côté de tes petites fleurs taïhin, bach yemeddou un côté fait beau. وابليك لو ريزولتا اللي عجبني بزاف داكور تري بيان الوغ انا هذا هو الموديل تبعته داكور تري بيان قولوا لي علاش تخيرت هاد لي فلور بلونش عندهم في الوسط باش يولي باش تولي شابه من الداخل وهكذا درت لهنا هذوما البيوضه لهنا في الوسط ودرت هذوما من التحت كاع داكور تري تبارك الديكوري من هذيك اللي من التحت تري بيان جوغ دير كاشبو دوريجين اوكي وانت درت هادو ما بوكو بلوس لخاطرش هادو ما اللي معمرين في لافوري وكاع واستعملت دو فوا هادو ما لخاطرش هادو ما كلي شابين وزيد كاين تخوا كلي شجره رياليزي ما خليتش كاع وين يجوزو لي زانيمو بصح باغ كونت درت لهم بزاف الظل سي ترو مينون بزاف شباب لا ان توكا فريمون لي كرياسيون تاعكم بزاف شابين قولوا لي كاش ما تغرسوا في الدار عندكم نباتات وي وشنو انا كي نروح عند جدي كل يوم غير ندخل نروح نعمر الماء في هذيك الحاجه ونبدا نسقي لي بلونس الزرع وكاع نحب النباتات لاخاطش يعطونا الاكسجين شابين هاد لي ديكوراسيون كنت تشوفهم وين نديروهم
واش في الدار في الشومبرا وين؟ انا نشوفهم نديرهم في البالكون ديكوراسيون في ان بو كبير حتى ديكوراسيون هكا. داكو سي بيان. انا نديرو في الشومبرا تاعي في البيرو تاعي باش كي نكون نقرا يجوني باش يجيو البيرو تاعي شباب. اها باكو سي تري بيان كي ديروا نباتات في لا شومبر تو تزيد طاقه ايجابيه. ماشي ديك الكوميت عمر بري كي يابسوربي لك الاكسجين وكي ابسوربي الكلوكسيجين تقدر تتهضم. وي بصح ماشي كبار هذيك باينه. في الدراسات الامريكيه باللي كي تكون مغزل ومقنوط واحد ما عندك حتى واحد تشكيله ازرع نبتات واحد كاع القنطه. والله غير كاينه ديفا كي انا كي ما كنتش مليحه نخرج نحن نعنق الشتر. فوالا هذا هي لا ثيرابي تاعي. مالا تري بيان برافو عليكم نتلاقاو من بعد اوكي باي باي باي. دو كامل لي زونفون تاع لي دو شاركو في ايروزيوم يتعلموا كامل لي نون تاع لي بلونت اي تو على جال الورشه ديالنا اللي فيها بزاف اون فيت سي جون كولتور جينيرال اللي حاب يتعلمها دوما. يشربوا كوندير شوكو هي روحي جيبي انت واش تدي ندي كوندير شوكو 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 قلت لهم لا ما نكسرهاش واش راح درت لها صباح ربي كانوا كاملين عاقدين رميتها من الطاقه شنوها بوبيا حتى لقاوها لتحت مرميه سوا عليها بنتي مرمدت صغيره كنت حامين بنين بزاف صح بلا عقل الشوكولا راهي دايره حاله. هلو بونجور سافا سافا الحمد لله يا ربي. الو غادي نشوف لي كملتوا التحدي تاعكم تقريبا انا كملت شويه بقى لي غير هذا نطير. اوكي داكور واش وجدتنا اليوم دونك ديكوراسيون تاع الكلاصه تاع مسكوتشو كلاصه تاع مسكوتشو واش دير واش درتو قولوا لي درنا بالشوكولا انا درت بلون درتها هكا بعد كي قبل ما تنشف رحت درت ديكوريتها هكا قبل ما تشوف لاخاطش كنت نشوف ما نقدرش نديكوريها ما يلصقوش ما يلصقوش زدت درت فوقها شويه لوز ودوكا راح ندير هادو ماليكور داكور تري بيان. انت قولي واش حديري واش حديكوري انا مالوغوزمون واي قلفت نشف لي شويه حبيت نطير لي بوردور وفيت فيت نديكوريها. ايناس جات لعندنا فرحانه وميم ثاني شغل نقصتنا شويه لو ستريس هذاك وصافا كومينيكينا شويه معاها وكملنا طيب. باكم فكرت في واحد الحاجه نحكي لكم ما تضحكوش عليا. خطره دات مسكوتشو خرجت من الفوق هكا مانيفي كان ترو بيان محمريتو راح درت له كلاصه جوجتو ديكوريتو جاونا الضياف وجيت باش نحلو مقطع فيضان ما طايش من الداخل فوالا ايوني باسكو درت الفوق بزاف قوي دونك طاب من برا ما طاحش من الداخل بغيت نصرا لكم هكا دي بيتيز باينه وصاونيش انا هكا وي جيت صايب لك ديجا حتى نجحت لازم بزاف وي انت جا مره في لي بانكيك كنت نطيب كان عندها لي نديرو نورمالمون من غرفه كان عندها لي نديرو من غرفه لا ليفر شيميك اي نورمالمون نديرو ساشي وانا ما شفتهاش كي طيبتهم جاوني كامل خضره ما طابوليش كامل من الداخل عاودتهم لا دوزيام فوا جاوني لاباس بيهم. ايا بلا معليش هذه نغلطو باش نتاعك ما سوبر لي في ابخي قطعوا ليك وحده باغ ونجي ندوق داكور. ايا باي 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 باي.
زينت وبدي تخوك هكا جايين دي كولور وهكا يجو شابين هكا وحبيت انا سورتو لا كولور بلون في لو غلاصاج ديالي باش هادوك لو كولور يبانو مليح واضحين. الحاجات اللي شفتهم كيما شفت هذوك العقاقش القلوبه وكامل حبيت نبدل شويه درت هكا وني ندير اللي عجبتني درتها وكنت نخير بيناتهم. ما لازمش نكون متكبره بزاف، لازمش نقول حال ديال المرتبه الاولى هي مليحه لي سبري دو كومبيتيسيون، نقدر نقول حال ديال المرتبه الاولى صح اللي متوقع عندي المرتبه باغ اكزومبل الثانيه. عجبتني تاع لينا باسكو ديالها ما دارت كيما انا دارت اولي و لي ديكو عجبتني وماشي بزاف شارجي. هلو لي ديزاينر، واش راكم لي في؟ لاباس الحمد لله. راني نشوف لي كولور لو روز اليوم راه بزاف. الو جاكو ديرنا من الحشويه الحشويه اوكي. كيفاش راكو تخدموا فيها؟ بدينا من لا روب لي جيم تاعها وبعديك هذا بولي جيم فوق. انا بون هذيك من الحشويه خيطت لها بالخيط والابرة باه ما تزغوتش ودرت لها حاشيه من الاربعه باه تشد لها ظهرها، ومن الفوق زدت لها ثاني بالخيط والابره درت لها دوك لي بروش. ما كملتش ندير هذيك بصح راني باش نشد هذه باش ما تطيحش راني ندير فيها. اوكي ديجا سقسيكم حاجه، اسكو على بالكم علاش هذيك تجي من الفوق مشدوده غير هكذاك بالاكسسوار؟ باسكو الحفشاويه داروها قبل اختراع الخياطه تما كانوا يشدوها غير من الفوق هكذا جوست على الاكسسوار. هذه من الحفاه دا دو ياتري لونطونا بزاف اللي داروها تحبوها. ودوكا اي ودوكا زادوا منها شغل زادوا فيها جديده كاي ولا خيطوا فوالا مع الوقت هم يزينوا فيها يزيدوا لها كل خطه تطور بشويه. اكزاكتومون مع الوقت. قولوا لي شنو هو اللباس التقليدي الجزائري اللي تحبوه بزاف؟ انا نحب بزاف الكراكو نالي. داكو انا نحب القفطان كراكو قفطان جزائري. اه داكو تري بيان، ما ان شاء الله كي اليوم ان شاء الله تخيطوا الحفاه الشويه تاعكم نشوفكم لابسينها. داكو ايا بون كوراج. بون كوراج. عرفت جاتني واعره كي بوبيه كشغل ماستر شكون يشدها لي، هما كانوا مزروبين وكل وحده كيفاش كانت مزروبه كانت كشغل تقعد لي، ولازم كما جيت ندير لها الحزام فما جيناتني شويه ما جيت نبلاصي هذاك الحزام حتى هبلت. لي دو ايا حسيتهم كانوا يغنشقوا شويه كي بداو يخيروا ويخلطوا بزاف عقاش وبداو يديروا منايا، اون بليس كانوا يخيروا اي عقاش عجبهم اللوغو تاعهم ما قريب ماشي موالم معاها يديروه. مع الاول بديت بالربا هذه الدخلانيه من بعد كت بديت الملحفه ودت لها شغل حزمتها وجبت لها هكا الزينه تاع باش نشبحها الحزام ما يبانش بصح هنا ها هادو الحزام هكا هذو الحاشيه خيرتهم على اللون تاع القماش. خيطت لها هذه قبل كما قالوا لنا هما ومن بعد كي خيطنا لها زيدوا نديروا لها هديه ونخيطوها لها منا وزيدوا ندير لها خيط منها باش تجي هذه هابطه وزدت لها منها عقاش باش تبان شابه. خيرت هذا اللون تاع الحاشيه باش يخرج لي كيما تاع القماش. كي درت لها هذيك الحاشيه هذاك لي ستراس اللي من تحتها صايد داير ما قدرتش نزيد ندير لها عفسه تاخذ اخرى ما مكنتش مغنطقه. انا الديزاين تاعي ما نحبوش يكون تخو شارجي ما نحبوش يكون سامبل بزاف نحبو يكون متوازن. شوف انا يعني كملت هذوك الزوج حن ندلهم ندوريهم شويه بالجون تاع لوف نزيدهم شويه هذوك لي ديك بالجون داف بالجون داف فرشيطة ما كاينش انا باديش فرشيطة عيا تموت على تزيد عليها هي ما جاتنيش على القسطه يا خالد تاع بزاف خشينه ما تزيديش تخليها شويه لا لا ما قدرتش خاص نورمال. فاطمة ساكتة بزاف لقاتني هي تاع حسبات شوية روحها تقول لي هي تعرف دير السوفلي خير مني انا نعرف ندخل منها المهم السوفلي نديروه.
جديد. ما بقات هادي زيد لها شويه دجاج. زيد لها شويه دجاج باش تكون عبارك كي تاكليها هذاك الدجاج يذوب في فمك. اوبا شفتو كي تقصيها. لا لا بدخل ما جي جمعة. أنا خلاص حطيت تاعي في الفرن. أنا مقالش. أصلاً نعود. كملت انت؟ قريب نكمل. شطا نسرشاتك جيت نرسم القلم من الرصاص ومن بعد كي ومن بعد لصقت هادو ما تاعها لصقتهم بعد بديت لون في تاعها باللون التشيني كنت لونتهم بالتشيني بس كنت حابة التهتين. My tree has the wood and then red leaves and some grass. First you color it and then you take some tissues and then stick it on and then just yeah, paint it. It was paper first, and then I cut it with the glue, and then I cut it with the scissors and stuck it on with the glue. Salam, Hamza, lebas, kolo. Oui. Akom shdo. Ey ma. Qil. Kolo. Ala bali bli kolo. سمعت بلي ايناس عطات لكم على الايس كريم كيفاش يخدموا الايس كريم. وي ما حنحوس على طرق اخرى كيفاش يخدموا الايس كريم في الكتب تاع الشعر الروماني. اوكي هذه معلومه جديده لازم تطلع لي. كي جا حمزه ما فهمناش كيفاش كان يهضر كان يخلط برك. الوغ او جابنا الكولورون دوكا نقسمه الى قسمين جزء فانيلا وجزء فراولة. هكذا باش كي نديرو لا غلاس تاعنا تاع اللي حنزينوها بحال واحد له تكون متنوعه في الاذواق ماشي غير ذوق واحد باسكو حنا نحبو اذواق متنوعه. فوالا نخلطو حتى يكون عندنا اللون شغل خارج مليح باش يجي خارج ولا خارج نخلطو مليح من نسيو نخلو حتى فارغ شغل بيض نخلطو مليح حتى يولي غاز غاز غاز. تاليا كانت شويه ساكته. ايه حنجيب الحلو تحليل ونعيا. انا خرجت قبل المول ونروحو نجيبو الحلوه باش نزينو بها. هيا انتو هاد الحلوه كل واحد يدي ان بول هاكي ونبداو نخيرو الحلوى. نتوما تحبوا حلوى تحاليلو؟ باين كنحبوها نموت عليها. بنينة بنينة بزاف حلوى تحاليلو اكثر من الحلوات هذوك اللي نشراو. حبيت نزين لاكلاص تاعي بدي بانان بيان سور دي فوس بانان دي بونبون بانان. طيب نزين لاكلاص تاعنا دوكا خلاص زينوهم دوكا تيك هذوما استناهم كاع لهنا. باش هكذاك دوكا نزينا ساهلة نا دوك نبدا نزين.
تك. هنا خيرت بنان هادو شوية دودات الكروكوديل والكوكا. خيرت هادو ما تحلناه. أنا ما خيرتش بنان البيت. كدير سني. كي شوفي أتلو عينين و. كملت. أبا. خلاص معنا دوك انت تروحي تحطيهم بعد وين نسيت باش ندير هذا انا ماني خمم مانيش خمم هكا باسكو كي تعرفت عليكم كي تعرفت عليكم وشفت هيروز ديوم يعجبني بزاف هذا هو شاركنا المهم عيش المرتبه المهم شاركت وتعرفنا على بعضنا وكوننا اصحابات جدد اليوم كانت عندنا لومبوز في لاتولي تاعنا سقسينا شكون تعرف تغني ابري وحده غنات ودرت لنا لومبيونس راكم قريبتكم له انا مزالين ندير اللون الازرق ونرسم شويه ونكون كمل انا مزالين نكمل هذا الغوص وندير هكذا شويه احمر ومن بعد ندير بهذاك الدوائري باش ندير شويه رسومات واشكال الحمد لله وانت يا بابي سو شراكي الحمد لله واش راكو ديرو انا نرسم على ليبون انا كاع كيف كيف ملاح شوفي سباب شابين قاعدتك وقلبت كملو قريب انا قاعد غير ديكور ما معنى ملاح ما نعرف معايا قولوا لي اماد يعني لي كولور اللي خيرتوهم خيرت الاحمر الغوز ازرق الاخضر والاحمر انا خيرت الاصفر والغوز وفيولي والاخضر انا سورتو ركزت على لي كولور باستيل روز باستيل بلو باستيل لو لي باستيل والجون مين شابين ميرسي صحه نخليكم وديروا لي عفايه الشابينه داينا شنو بعدا نزوق بيهم ابي سقلت لنا خدموا مليح قلت لنا باش نزوق بيهم صحه نخليكم باي باي وداروهم باي 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 هذا البول تاعي درت فيه ان ديغرادي دي كولور فيولي باستيل روز رايح للبلون و بلو باستيل ام ومن الداخل حبيت اللونو باش ما نخليهش هكاك بيض ولا مارون باش يعطي ان ديتاي شباب يزيد لمسه وتقن اتقان يعني خيرت الغوز والموف خاطر الالوان المتقاربه يتشابهوا بزاف لبعضهم وكاين تناسق بيناتهم حديثنا هاليوم كامل خلاصو بصح قبل ما نجيو تسليم الجوائز لازم نشوفو عدد الازياء تحت اشراف لابيلا لا ميزون سيما اوت كوتشور مين تنفعو اليوم هو لو جين يلا
petit modèle تاع النجاز ونيف هذا عاد الازياء اللي كانوا تم ديالو الجين لو دونيم ودوكا نجوزو اخر مرحله اللي هي تسليم الجوائز. مشاهدينا الكرام لحقنا نهايه الحلقه، راح نجوزو دوكا تسليم الجوائز. او قولوا لي عندكم الحال اليوم؟ أكو واجب باش نعطيكم لي ديبلوم؟ وي. حمزة وجاي يقول لي ديبلوم. ميرسي حمزة. قبل ما نزحم عليكم لازم نفكركم بالهدايا. فائز المرتبة الأولى راح يروح تلفازة من عند ستريم، فائز المرتبة الثانية راح يروح محفظة من عند تكنو، فائز المرتبة الثالثة عنده ساعة ذكية، لي زافو يجوزوا معنا في ديفيت مود راح يروحوا في إن شوب من عند إيغوزيوم، وكامل عندكم شوكولا الوجدان وحلوة حليلو. يلا نبداو. سي بارتي نبداو ورشه بيتزا يولو. المرتبه الثالثه تعود لفاطمه فلاح. فاطمه شغل فمك ما قصرتش مني حاجه. فائزه المرتبه الثانيه هي دعاء اسواني. شكرا لايروزيوم. والمرتبه الاولى تعود لايا جربي. انا جيت في المرتبه الاولى وغير سناني في الحلقه الرابعه في ليبيزود 4 من لا سيزون 2 تاع ايروزيوم 4 سناوني باش نوحو ليبيزود تاع لي جو بيبر هاوس. المرتبه الثالثه تعود ليوسف بلودينات. بركا لي يوسف شغل شكرا على الاستاذه تاعي تاع الفرنسي والعربيه والانجليش وبابا وماما بيان سور واختي. فائزة المرتبة الثانية هي لينا قديري. برافو لينا.
I was the second and I was really happy. والمرتبة الأولى تعود لآدم حزاز. ديت المرتبة الأولى بس وقت كانت توقع هنديها ما قري كانوا قفيتيني بس هي شبخ كعلمك. فنانين بيكاسو. المرتبة الثالثة تعود لمروة بن موسى. مرة جاية كنا نعاودي دا قبلوني نزيد نشارك في ورش الخياطة. فائزة المرتبة الثانية هي أريام واضح. كنت حابة ندير المرتبة الأولى بصح دوماج خير من والو. والمرتبة الأولى تعود لتسنيم بعيطيش. ديت المرتبة الأولى صافي دير يعني أميرة الورشة وحنولي في حلقة الألعاب الحلقة الرابعة. يلا مصممات جونيور ديزاينر. المرتبة الثالثة تعود لآية بوجمعة. المرتبة اللي ديتها هي الثالثة وراني فرحانة بها. فائزة المرتبة الثانية هي آية زربوط. ديت المرتبة الثانية وفرحت بها بزاف والحمد لله. صحابي بان حب نقدم تحية لعائلتي كامل. وأميرة الورشة هي رانيا حمداني. برافو رانيا. مع التالي ديت المرتبة الأولى و أنا فرحانة. جونيور جاردنر الورشة الجديدة لهذا الموسم. المرتبة الثالثة تعود لي محب النجيب تفرجي. ديت المرتبة الثالثة بصح زعمت شوية على خاطر كنت حاب ندير المرتبة الأولى ولا الثانية. ما عرف بصح هذه هي مهم شاركت. المرتبة الثانية تعود لي دانيا لولي. أنا في الأصل ما درتش بوكي درت غابة و كي درت هذيك الغابة تاعي درتها كاع مع مربى الصدر زعما الحيوانات ما قدروش كاع يعرفوا وين يجوزوا درتها مع مربى الصدر. وفائزة المرتبة الأولى هي مينينا عربوش. شكرا يعجبكم ليبيزود ديالنا والورشة اللي حبوا يشاركوا وباي باي. يلا دوكا نجوزو كاندي بوم. المرتبة الثالثة تعود لإيطاليا عربوش. عجبني الحال مهم أنا اجتهدت درت جبت كل شيء. كاين أطفال نساك ما يقدروش يجوا بصح معليش عادي. فائز المرتبة الثانية هو حسام بالقاسمي. المرتبة الثانية باسكو مازينتهاش مليح لاكام تاعي باسكو خلطها. والمرتبة الأولى تعود دارين لولي. برافو دارين بوك عليك. وي جي فريمون ادوري هذا البرنامج عجبني بزاف استمتعت بزاف ضحكت سيتي اميوزون سي نوفيل ديكوفيرت بور موا كشغل أول مرة زعما باسكو من الأول أنا كنت نشوفها غير في لا تيلي دوكا جيت اكتشفتها اون رياليتي دونك سي ميرفيو سي ترو بون ننصحكم تجيو كي تكون عندكم الفرصة والحمد لله فريمون ديت المرتبة الأولى. يلا دوكا نفوتو أوبرا الجزائر. المرتبة الثالثة تعود لي سارة أكيد. برافو سارة. لو كان تزيدو تعيطو لي نعاود نجي بصح لو كان نجي ندير المرتبة الأولى. المرتبة الثانية لماريا عباس. هذا هو الدبلوم تاعي وراح نعلقو في لاشومبغ تاعي. والمرتبة الأولى لنجلي فلاح. برافو نجلي. هذا هو الدبلوم تاعي ديت أميرة الورشة وحا نتلاقاو في الحلقة إن شاء الله الرابعة إن شاء الله. آخر ورشة وهي ورشة شوكولاتري. فائزة المرتبة الثالثة هي لينا عويدات. برافو لينا. فائزة المرتبة الثانية هي بشرى نفراجي. برافو بشرى. ثالثة. أوكي نعرف. قال لي راسي الثالثة الثالثة. والمرتبة الأولى تعود لمريم نايت شعبان. راني فرحانة بزاف وجيت أنا الأولى الحمد لله وإن شاء الله نجي في الحلقة الرابعة ويستناوني. مبروك عليكم أبطال هيروزيوم. مشاهدينا الكرام حنا نتلاقوا السمانة الجاية إن شاء الله على قناتكم في هيروزيوم. نكون الأروع نفوز ونبدأ نغني أغنيات بالرياضة.
نغمة فرحة يا وانا هيروز يو. إذا حلمك تكوني أميرة ونحطه على راسك تاج، إذا حلمك تكون أمير وتطلع على الأبراج، حب نشوفك تلعب تيرانات تيرانات، يلا معانا تلعب تعيش وتشوف الأمان.